اهلا بمتابعينا الاعزاء. النهارده هنعمل مع بعض كرسي بطريقه سهله واحترافيه في نفس الوقت. الكرسي اللي معانا النهارده عامله بمقاس مخصوص للاطفال، وبتعديل بعض مقاساته بالزياده شويه هيناسب ايضا الكبار. وهنستخدم في عمل الكرسي خشب سويدي بالمقاسات اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه دلوقتي. طبعا في اكتر من طريقة ممكن اعمل بيها كرسي او ترابيزة او حتى دولاب، وحبيت اشارككم معايا الطريقة دي النهاردة، واللي هستخدم فيها نوعين من التعشيق اللي شفناها في الفيديو السابق اللي هيظهر الرابط الخاص بيه على الشاشة دلوقتي، وبيشرح طريقة عمل 6 انواع مختلفة من تعشيق الخشب. هنبتدي نحفر في قوائم الكرسي مكان لتعشيق الظهرية بنفس تخانة خشب الظهرية، واللي هيدي للكرسي مكانة وقوة أكبر. وزي ما حضراتكم شايفين بنشطف الخشب بميلة بسيطة بحيث يديني شكل جمالي في أرجل الكرسي. هنبدأ نجمع الكرسي ونقويه باستخدام الكوايل والغراب.
Thank you.